امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الحفل الختامي للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، وقال السيد الرئيس كلمة مهمة أكد فيها على اهتمامه بخروج المنتدى بصورة مشرفة في الشكل وفي المضمون، وإنه المنتدى أصبح منصة حوارية هامة. وقال كمان أن الظرف العالمي المرتبط بجائحة كورونا فرض نفسه على أجندة المنتدى في ظل تساؤلات كثيرة عن مصير العالم ومستقبله وتداعيات هذه الجائحة. لقد كانت سعادتي بالغة وأنا أشارك في تفاصيل هذه الحالة الحوارية المتميزة والتي كان شباب مصر والعالم في القلب منها، يفتحون لنا طاقات الأمل والنور لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني. إن منتدى شباب العالم بات اليوم منصة حوارية هامة، وأصبح تطوره في الشكل والمضمون أحد أهم سماته، وهي فكرة مصرية خالصة كان الحلم في ضمير شباب وطننا الغالي بأن يصنعوا هذه المنصة لتكون مساحة مشتركة جامعة للبشر وملتقى للحوار الإنساني. وقد تحقق الحلم وبات واقعا أمام العالم، وهو ما يحتم علينا ضرورة العمل المستمر والفعال لتطوير وتحديث هذه المنصة وتحويل توصياتها ومخرجاتها إلى واقع ملموس. وخلال كلمته امبارح في الحفل الختامي، أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة قرارات، منها إعلان عام 2022 للمجتمع المدني، أيضا تكليف إدارة منتدى شباب العالم مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية للمشاركة في إعداد قمة المناخ 27 واللي هتعقد في شرم الشيخ. كمان التكليف بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والصناعات الصغيرة. وقد كانت مخرجات هذا المنتدى عظيمة على كافة المستويات، وتدفقت الأفكار والرؤى من هنا ومن هناك داخل أروقته، وعلى مدار ساعات النقاش والحوار تبلورت مجموعة من التوصيات التي بناء عليها قررت ما يلي: إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة، مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة. تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ 27 المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، وأنا على ثقة بأن هذا الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة. تكليف رئاسة مجلس الوزراء
بأداة تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر، وذلك في إطار المسؤولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي. تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والإفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن جائحة كورونا والصراعات الحالية، وفي مقدمتها تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا. تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار، على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة، لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام. تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية. تكليف رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تسلم خريجي الأكاديمية الوطنية لتدريب شهادات التخرج، وكمان شاهد فيلم تسجيلي عن رحلة الأكاديمية الوطنية للتدريب وهدف إطلاقها سنة 2017 لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية. وكمان تسلم سيادته شهادة اعتماد الأكاديمية من ممثل هيئة الاعتماد المستمر والتدريب الأمريكية ACCET. امبارح تم الإعلان عن توصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، واللي تضمنت إطلاق استراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة، أيضا نشر التعريب بالموارد المائية والدعوة لتأسيس مجلس أعمال أفريقيا، بالإضافة إلى الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار، ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات، والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة. وبرضو على هامش منتدى شباب العالم امبارح، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل لقاء مع الصحفيين الأجانب وتكلم الحقيقة في عدد من الموضوعات المهمة جدا. قال إنه في حالة رضا نسبي للمواطن المصري من الدور اللي الدولة بتقوم بيه، وأكد كمان على أن الدولة بتريد فعل المزيد من الإنجازات خاصة في تطوير النظام الصحي. فأنا النهاردة حجم العمل اللي بيتعمل فين في مصر؟ في كل مصر، في كل ايه؟ خلاص تشكل اول حاجه حاله من الرضا النسبي لدى المواطنين على الدور اللي الدوله بتحاول تعمله في اطار قدراتها. هي عايزه تعمل اكتر من كده؟ طبعا. عايزه تخلي تعليم احسن تعليم في الدنيا؟ اكيد. عايز تخلي الخدمه الصحيه اللي موجوده هي الافضل على الاطلاق وماله. لكن انت في فرق انك انت تحس ان مفيش فايده محد السائل، وفرق انك انت تجد ان في جهد بيتعمل وبترصده وبيرصده كل انسان مصري وانسانه مصريه على امتداد مصر بالكامل في اي حته. انا بتكلم النهارده في 7-8 مليون انسان شغالين، ما بطلناش شغل، مش كده يا دكتور مصطفى؟ ولا هتبطلوا؟ مش هنبطل لغايه لما، عشان كده قلت لسالي لا ما تخافيش ابدا، هنفضل نشتغل لما نخليها بلد. لما نخليها ايه؟ بلد، بلد بجد. ومش هتبقى بلد بجد الا بينا كلنا، مش بالحكومه، لا لا، بينا كلنا.
بثقتنا في نفسنا وقبل ما نثق في نفسنا في ربنا انه يساعدنا ونجتهد ونعمل. فيعني عايز اقول لك ايه، لما نحسن التعليم قوي هيبقى احنا قمنا بدور في الاتجاه اللي انت بتتكلم عليه. وكمان رد سيادة الرئيس على سؤال بيتعلق بالأوضاع في السودان، وقال مصر ليها سياسة ثابتة وهي عدم التدخل في شؤون الدول، والأوضاع في السودان بتحتاج إلى توافق سياسي. وقال كمان أن السودان بتمثل أمن قوم مصر ونحن بندعم كل الأشقاء. نبدأ بالسؤال اللي خاص بالسودان، وهل مصر كانت داعمة؟ شوف أنا هقول لك، إحنا لينا سياسة ثابتة أعلننا عنها وبنأكدها، هو عدم التداخل في شؤون الدول، والأوضاع في السودان محتاجة إلى توافق سياسي، توافق سياسي، واللي انتوا تابعوا الأوضاع والتطورات اللي بتتم هناك، التوافق السياسي بين كل القوى، كل القوى اللي موجودة، حتى يبقى في مخرج للأزمة اللي موجودة، ويبقى في تحرك مناسب لفترة انتقالية يتم في نهايتها إجراء انتخابات. ده أنا بتكلم كتوصيف، لكن ده مش معناه وأنا بوصفه إن أنا بتدخل فيه. الدعم كان للمجلس كحكومة يعني كمجلس سيادي بكل عناصره، لأن إحنا في النهاية السودان بالنسبة لنا بتمثل أمن قوم مصر، واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لينا، وعارفين الاستقرار ما بيجيش غير في الأوضاع في الظروف اللي زي كده، غير بالتوافق وليس بأي شكل آخر موجود. لكن طب هو معنى ان احنا لم نتحدث ولم نطلق تصريحات يبقى ده معناه ان احنا مش داعمين للحوار والتوافق بين القوى اللي موجوده؟ لا، وانا بقول لك الكلام ده عشان تبقى فرصه ان احنا انك سالت السؤال ده واشقائنا في السودان يسمعوا. لكن جرى العرف على طول ان احنا يعني لما يحصل حاجه يقول لك ايه دي مصر اصلها كانت داعمه لكذا. لا، احنا كلامنا دايما، وحتى في ليبيا لما حصل التطورات اللي حصلت في ليبيا خلال السنتين اللي فاتوا كان كلامنا برضو ان الاستقرار والحوار بين الاشقاء الليبيين والحوار بين الاشقاء السودانيين هو المسار. وبقول تاني، اذا كنا احنا لينا تجربه قاسيه جدا جدا فيما يخص عدم التوافق والاختلاف والتظاهر اللي هو في النهايه هيؤذي البلد جدا جدا اللي هي اساسا ظروفها الاقتصاديه صعبه، تفتكر وانا بقول الكلام ده وارجو ان اشقائنا في السودان كمواطنين يسمعوا، توافقوا على الحوار واتفقوا على ان انتم تتحركوا للامام افضل كتير من ان احنا نستمر في حاله عدم الاستقرار والمده الطول، لان ده بيدفع ثمنه حاضر ومستقبل الدوله اللي بتعيش الظروف دي. كمان السيد الرئيس تطرق إلى أزمة سد النهضة وقال إنه حريص على إدارة الأزمة من خلال الحوار الهادئ بعيد عن أي شكل من أشكال الانفعال، ودعا علشان نوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وقال إنه في عام 2015 تم الاتفاق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني بألا يتم ملء السد إلا بعد الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن عملية الملء وعملية التشغيل. إحنا حرصنا منذ يعني على الأقل منذ يعني لما توليت السلطة على أن إحنا ندير هذا الأمر من خلال الحوار والحوار الهادئ والتفاوض بعيدا عن أي شكل من الأشكال يعني الانفعال أو التشنج، وأن ده ممكن أمور بيننا وبين بعضنا تتحل ونصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وكنا في مارس 2015 وصلنا الاتفاق مع أشقائنا الأثيوبيين والسودانيين بشأن هذا الموضوع، إن هو لا يتم ملء السد إلا بعد الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن عملية الملء والتشغيل تراعي كل يعني تراعي كل شواغلنا. يعني ده كلام لما استمرت السنة واثنين وثلاثة واربعة ولم نصل إلى حل، والموقف الأثيوبي كان جامد في مكانه، اضطرينا ان احنا نتحرك في اتجاه مجلس الامن حتى نعطي قوه دفع، ومش الهدف منه كان اكتر من ان يبقى في قرار لمجلس الامن يؤكد على اهميه سرعه الوصول الى قرار بشان او الى اتفاق بشان ملء وتشغيل
سد النهضة. أنا بالمناسبة عايز أقول لكم، إحنا دايما نقول إن التعاون أفضل، وإحنا قلنا في بداية الكلام في الأول خالص تصريحاتي كانت بتقول إيه، إن إحنا ننظر بكل تقدير وإيجابية في التنمية لأشقائنا في إثيوبيا، بس أرجو إن يكون ده مش على حساب المية. وزي ما أنتوا شفتوا الدولة المصرية في المية هي تقريبا عايشة على شريط المية اللي بيجي من أسوان حتى اسكندرية، بقية الأرض حوالي 95% هي أرض صحراوي، أرض صحراوي. ده كلام مش يعني مش بنقوله عشان نبرر، ده واضح. وأي مية بتبقى موجودة إحنا بنحاول دلوقتي، بدأنا في خطة بقالنا 5 سنوات أو 6 سنوات شغالين في خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لدينا من قدرات إعادة التدوير. ولسه كنا بنعلن من يمكن في لما فتحنا محطة بحر البقر في سيناء، كنا بنتكلم إن إحنا بعد ما نخلص مشروعنا اللي بكتير هياخد 3 سنين كمان هنكون يبقى من أوائل دول العالم، كانش الدولة الأولى في العالم التي يعني عملت مشاريع لإعادة لحسن استخدام المياه وإعادة تدويرها. أنا بقول الكلام ده ليه؟ يعني إحنا بنحاول من جانبنا في مصر، إحنا ما طالبناش، قلنا إن إحنا عدد سكاننا، مية النيل دي كانت بتيجي لمصر من أيام ما جت مصر 1.2 و2.3 و4 دون تدخل، ولغاية دلوقتي بقينا 100 مليون، وهي المية اللي بتيجي هي مية لم تتغير. وكمان اتكلم سيادة الرئيس في اللقاء مع الصحفيين الأجانب عن مزاعم حول الاختفاء القسري، وقال إن البيانات اللي بتوصل ليكم بشأن حقوق الإنسان في مصر والاختفاء القسري ليست حقيقية، هاتوا البيانات الحقيقية وشوفوا فيها إيه. مصر دولة عايزة تعيش وتحيا، قضيتنا أننا ناخد بإيد البلد للأمام. أنا قلت طبعا بداية كنت أقصد بيها أن إحنا يعني الموضوع ده يبقى من ضمن الموضوعات اللي إحنا غطيناها، لكن أنا هطرح عليكم طرح على شبابنا اللي موجود هنا والشباب المصري، ولو في حد من الشباب الآخرين مستعد أن هو ياخد كل البيانات اللي بتطرح وبيتم تداولها في الخارج عن العدد وعن السياسيين وعن الاحتجاز وعن الاختفاء القسري، ويتم خلال أسبوع 2 شهر 2 3 يتم يعني الوقوف على حقيقة ذلك. واللجنة دي لما أنا بكلم من شباب محايد خالص، ولما اللجنة دي تطلع بنتائجها تعلنها للناس، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هل النهاردة في الكلام اللي بيطلق ده بالأرقام اللي بتتقال ده حقيقي ولا لا؟ لكن عايز أقول لك إيه، أحيانا بيكون البنات اللي بيتم التحصل عليها بنات مش دقيقة، ساعات الموضوعات اللي بيتم طرحها ما بتبقاش موضوعات كاملة، فبالطريقة دي أتصور هيكون إجابة مش إجابة بقى إجابتنا كمسؤول إن إحنا دولة قانون وإن إحنا ما بيتمش أي إجراء خارج الإطار القانوني وعدم التدخل في شؤون القضاء، لا مش هقول كده خالص، هقول هاتوا البيانات اللي أنتوا بتتكلموا عليها ديت، الأعداد الكبيرة، القوائم بتاعة الاختفاء القسري، وتعالوا وكلامنا عملناه قبل كده، عملناه قبل كده، وكان في لجنة تشكلت في أول مؤتمر شباب، وخلينا اللجنة دي تشوف الموضوع دوت، وأي إجراء خاطئ مستعدين إيه نصوبه، لأن إحنا في النهاية أنا عايز أقولك على حاجة، هو هتزعل يا طارق، يعني هو أنت بتحبوا شعبنا أكتر مننا؟ وانتوا خايفين على بلادنا اكتر مننا؟ لا لا انا وانا بكلم للي بيسمع مش ليك يا طارق، انتوا خايفين على بلادنا اكتر مننا؟ احنا بلادنا مش لاقيه تاكل، مساعدين ساعدونا، البلد دي عايزه تعيش والشعب ده عايز يكبر وينمو زي ما الباقي كبر وبقى حكايه، عايزين نبقى حكايه احنا كمان، ما حدش يعيقنا ويعرقلنا بالكلام ده. وعشان كده قلت
اعملوا لجنه وشوفوا الكلام ده ويبقى تعلنوا النتائج بتاعتها. لكن تاني بقول ما حدش هيحب شعب مصر اكتر مننا، بس احنا بنحبه صح. بنحبه ايه؟ مش عايزين نقعد نتكلم ونسيب بلدنا في الضياع متخلفه في كل شيء. عايزين نفضل نشتغل ونبني ونعمر ونوصل ونكبر ويبقى عندنا ناتج محلي، بدل ما المواطن المصري الدخل بتاعه كلام يحرج ويكسف، يكسب ويقدر يعيش ويفتح بيت زي ما الكل بيعيش. المصري ما بيتفسحش يا طارق، المصري ما بيتفسحش عشان مش لاقي. عشان ايه؟ عايز ياكل. عايز ايه؟ حد يقول كده وانا بفهم؟ بقول كده لان دي قضايايا، قضايا ان انا اخد بايد البلد دي لقدام، مش حاجه تانية. كمان اتكلم السيد الرئيس عن التعاون مع افريقيا في مجال مكافحه الارهاب، وقال ان الارهاب اداه لتدمير الدول، وبالتالي احنا محتاجين الى التعاون من اجل الاستقرار، ومصر بالتاكيد مستعده لهذا التعاون. عندنا مركز قادر على التدريب في مجال مكافحه الارهاب. انا عايز اقول لك ان احنا بننظر للارهاب في قارتنا الافريقيه على انه احد اهم الاخطار اللي بتقابل استقرار القاره وتقدمها، وبالتالي احنا محتاجين نتعاون اولا عشان يتم التغلب عليه، وبالتالي لما يحصل استقرار في دولنا الافريقيه بالكامل. احنا بنتكلم على دول الساحل والصحراء، بنتكلم على الصومال، بنتكلم على احيانا على كينيا، ومره كان خلال برضو الاسابيع والشهور الاخيره في اوغندا. يعني الارهاب آفة يعني مدمره لمستقبل الشعوب، وبالتالي احنا محتاجين نتعاون مع كل اشقائنا في افريقيا من اجل التصدي لهذه الظاهرة، واحنا مستعدين نعمل ده. وعندنا هنا مركز في مصر قادر على ان هو يقوم بعمليات التدريب والتاهيل وتبادل الخبرات في مجال مكافحه الارهاب. وبالتالي الاجابه على السؤال ايوه، احنا محتاجين نعمل ده، ومحتاجين نعمله عشان ايه؟ عشان الارهاب بيستخدم كاداه لتدمير وتخريب مستقبل الدول، وتفضل دولنا في دوامة التخلف والتراجع. حمزة بيتكلم على تناولنا هنا. أنا عايز أقولك على حاجة، التناول الإعلامي محدش يقدر أبدا يقول للآخرين تقول إيه وما تقولش إيه، وده بقوله وده لازم مش بس نقوله ونقبله ما نقولش يتكلم في دي، هو مش حينقي، هو حر. لكن احنا كمان لازم نبقى حرين في ان احنا نبني بلدنا لغايه لما ما يلاقوش حاجه يتكلموا عليها غير البنى. يفضلوا ايه؟ انما هم يعني لازم نحترم ال يعني شغل الاخرين وطريقتهم، وده انما احنا نفضل نشتغل لغايه لما خلاص بقى الدنيا الشغل هيشتغل، اتكلموا على الشغل بقى. وايضا امور اخرى ممكن يكون هم من وجهه نظرهم شايفين ان هي محتاجه قوه دفع، وماله؟ نتحرك فيها ونبان ان احنا فعلا بنحترم بعضنا البعض وبنحترم اراء الاخرين وكده، وماله لما ده يبان مننا لما حمزه يتكلم كده او حمزه حتى ينتقدني، وانا مش بقول لك كده كلام تنتقدني، ما دام هتتكلم بموضوعيه لازم ارد عليك، وانا ما ردتش عليك يبقى العيب مش عندك، يبقى العيب عند مين؟ عندنا، مش عارف ارد، مش كده؟ فهم يعني يقولوا ما شاءوا، مرحب بيهم في مصر، ودي حرية يعني. وتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصر أرسلت امبارح طيارتين عسكريتين محملتين بأطنان من المساعدات الطبية لدولة تنزانيا، وده طبعا للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا، وأيضا للتأكيد على الدور المصري المحوري في محيطها القاري. ده
تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الإفريقية في مختلف الظروف، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على الدور المصري المحوري في محيطها القاري ولمساندة جهود الدول الأفريقية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة. امبارح الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد الكلية الحربية والتقى بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وأسرهم. أكد الفريق أسامة عسكر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية لتخريج أجيال جديدة من الضباط قادرين على ممارسة دورهم في حماية مقدرات الوطن. قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة للكلية الحربية، التقى خلالها بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وأسرهم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لاستراتيجية التطوير والتحديث بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث قام بالمرور على العملية التعليمية للطلبة المستجدين، تابع خلالها عدداً من الأنشطة التدريبية التي تنفذ خلال المراحل الأولى من الإعداد والتأهيل للطلبة المستجدين، والتي عكست المستوى المتميز والمهارات البدنية العالية التي وصلوا إليها. كما أدار حواراً مع الطلبة المستجدين وأسرهم، نقل خلاله تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهنأهم بنيل شرف الانضمام للقوات المسلحة، مؤكدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية لتخريج أجيال جديدة من الضباط المسلحين بالعلوم العامة والتخصصية قادرين على ممارسة دورهم في حماية مقدرات الوطن. وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريب، مؤكدا على أهمية الارتقاء بالإعداد الذهني والبدني والاهتمام بالمهارات القيادية وتنمية روح المبادئة وسرعة اتخاذ القرار. وأوصى الطلبة بضرورة استغلال فترة دراستهم بالكلية لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات العلمية والميدانية ومواصلة البحث والاطلاع والمعرفة في المجالات العسكرية بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والمسؤوليات التي سيكلفون بها في المستقبل. حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.